سيدي، أولا العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخ ونضال وجوار، وعلاقة يعني ضاربة في التاريخ. علاقة مصر علاقة أخوة أشقاء، يعني لا تتغير بتغير الظروف أو بتغير الزمن. علاقة على المستويات، وقوف مصر يشهد به التاريخ، فخامة الرئيس يقول الحق واقفا مع الشرعية، يقول الحق قوي صريحا لا يخاف من أحد ولا يتردد. ومن أول يوم انتخاب مجلس النواب كان صريحا في وقوفه معنا ولا يزال، وأيضا الشعب المصري العظيم. وبهذه المناسبة أوجه التحية والتهنئة لشعب مصر ولمجلس النواب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى 150 لتأسيس أو تكوين السلطة التشريعية في مصر. نحن سعداء بوجودنا في مصر حقيقة. نؤكد أيضا على دور القوات المسلحة المصرية الباسلة التي أوجه لها التحية، فهي الحصن الحصين والصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات ضد شعبنا العربي في ليبيا وفي مصر وأيضا في كل مكان من الوطن العربي. كما ذكرت قاموا بتدريب جنودنا في مصر، قدموا لنا كل المساعدات من العلاج ومن إيواء الليبيين والنازحين في وطنهم. هم ليس نازحين وإنما جاءوا نتيجة ظروف الحرب في ليبيا، وجدوا كل الدعم من العلاج ومن الغذاء حقيقة، ومن التعليم أطفالنا في مدارس مصر حقيقة. موقف مصر يشهد بالتاريخ، وهو الشاهد عدل على موقف مصر معنا.